فلج الخطمين ببركة الموز هو الآخر من الأفلاج الداودية، يتراوح متوسط تدفقه حوالي 200 لتر في الثانية، ويبلغ إجمالي طول الفلج من الأم إلى الشريعة حوالي 2450 مترا، ويبلغ عمق الفلج حوالي 17 مترا. ويتغذى فلج الخطمين من وادي المعادن، وأهم ما يميز هذا الفلج طريقة تقسيم مياهه عند الشريعة إلى ثلاث قنوات، كل منها تنال الحصة نفسها من المياه، حيث تذهب أحد الأقسام لري مزروعات المواطنين، فيما يلتقي القسمان الآخران فيعودان للالتقاء في مجرى واحد، وهما مخصصان لري الأراضي الزراعية التابعة لبيت المال الذي تملكه الدولة. وتبقى الأفلاج حاضرة في المشهد اليومي للإنسان العماني، وجزءا أصيلا من نسيج حياة المجتمع، وجانبا من إبداعاته وإسهاماته المتعددة في صنع الحضارة الإنسانية عبر مراحل التاريخ، والتي تشكل وجدان الأمة وجوهر وعيها وثقافتها.